مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضانكم كريم مبارك، وأسعد بلقائكم في عدد جديد من برنامج الحدث الذي نكرسه لقانون المالية التكميلية من خلال قراءة متأنية لأهم ما جاء به أو تضمنه من بنود وإجراءات جديدة تبعا للمتغيرات والمستجدات. ولمناقشة الموضوع معي ثلاثة من الأساتذة المختصين: الأستاذ عبد القادر بريش خبير اقتصادي، الأستاذ محمد بخاري أستاذ وخبير اقتصادي، ومعنا عبر سكايب من تيزي وزو الأستاذ كمال خفاش. أهلا بكم. أهلا بكم أستاذ بريش. مرحبا. نبدأ معك. تفضل. ما هي الجوانب التي اشتملت عليها القراءة الثانية الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون التكميلي؟ شكرا، بداية شكرا على الاستضافة، وتحية لك وللزميل وللسادة المشاهدين. صحة رمضانكم وصحة فطور الجميع. في الحقيقة موضوع القانون، مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020، جاء ليصحح عدة اختلالات عرفها قانون المالية 2020 من جهة، ومن جهة ثانية جاء ليواكب المستجدات التي طرأت، وخاصة نتيجة هذه الجائحة وما ترتب عليها من آثار إن على المستوى الصحي أو الاقتصادي والاجتماعي. ولعل بعض النقاط التي وردت وطلعنا عليها سواء من خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء أو في الاجتماعات التي سبقتها، ويتعلق الأمر أساسا بالدرجة الأولى بموضوع تحسين القدرة الشرائية للمواطن، و يعني رئيس الجمهورية وفى بعهده وتعهده فيما يخص يعني إعفاء يعني المداخيل التي هي تحت 30,000 دينار من الضريبة على الأرباء الدخل اليرجي. شفنا كذلك رفع الحد الأدنى للأجور من 18,000 إلى 20,000، كذلك الإجراء الذي يعني جاء كذلك، وهو الإجراء المتعلق بإعفاء المداخيل المحصلة في مناطق الجنوب الكبير اللي هي بتخفيض الضريبة على الدخل ب 50% والضريبة على أرباح الشركات ب 50% كذلك. وتم تمديد العمل هذا حتى 2025، يعني شيء إجراء مهم، إجراء محفز، سواء تعلق الأمر للأشخاص الذين يريدون الذهاب والاستقرار في العمل في مناطق الصحراء أو في الجنوب الكبير، أو لأولئك أصحاب المشاريع والمقاولات والمستثمرين الذين يريدون أن يقيموا استثماراتهم في الجنوب، يعني هذا شيء محفز. كذلك الإجراءات المتعلقة، فلربما تدريجيا نتكلم عليها، المتعلقة بقاعدة 51-49 تم التخلي عنها، ربما تأتي مرحليا خطوة فخطوة. نعم. كذلك مسألة التخلي نهائيا على إشكالية اللي عرفناها واستنزفت كثير من الموارد، ويعني كانت يعني كبدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة، وكبدت نزيف في احتياطي الصرف، وهي موضوع استيراد يعني مكونات تركيب السيارات بما يعرف بالأسكادي السيكادي، والسماح باستيراد السيارات الجديدة من طرف الوكالة. كل هذه المجموعة من الإجراءات التي الهدف منها ما هو؟ الهدف منها هو أولا ضبط الميزانية، لأن الآن الحكومة ورئيس الجمهورية يعني قال لابد لنا من تخفيض في الميزانية تسير ب 50%، ومن باش نحقق الهدف هو تقليص في النفقات، عقلنة النفقات والتصرف برشادة، خاصة لما نقول تقليص 50% من نفقات التسيير، معناتها تلك النفقات المتعلقة بإدارة وتسيير المرافق العمومية فيما يتعلق بالمستلزمات اليومية وما يسمى الاستهلاكات وبعض المصاريف التي فلربما في وقت من الأوقات كانت هناك مصاريف كثيرة وغير مبررة. الآن يعني هناك إجراءات عقلانية متناغمة مع بعضها البعض. نعم. حتى تحقق الهدف. نعم، ولكن حتى لا يفهم بأن الميزانية تسير فيها باب رئيسي، وهو الباب متعلق بالأجور تاع المستخدمين والمستلزمات الضروريات، هذه لا تمس فقط يتم تقليص في باب المصاريف متعلقة بالتسيير والاستهلاكات وما تتطلبه تسيير المرفق العمومي من حيث المواد التي نستهلكها والمصاريف المهمات ومصاريف تسيير الحظائر السيارات، فهذه من الحكمة أن يتم عقلنة وتقليص نفقاتها تساوقا وانسجاما مع الفترة الحرجة التي نمر بها ومع الوضعية كذلك المالية للدولة الجزائرية، لأننا في وضع تراجع صادرات المحروقات،
تراجع عائدات المحروقات، تراجع الجباية بشكل عام والجباية البترولية، هذه كلها معطيات مالية تخلي أو جعلت من صانع القرار من الحكومة الآن أن تلجأ إلى هذه الإجراءات، من جهة تعطي يعني فسحة لذوي الدخل الهش والضعيف باش تساعدهم باش تحسن قدرتهم الشرائية، ومن جهة الاتجاه العام الآن هو نحو الرشادة وعقلنة تصرفات المرفق العمومي، تصرفات أعوان الدولة باش يكون هناك رشادة في الإنفاق العام. إذن هناك عقلنة كاملة للتسيير من أجل أن نصل إلى الهدف تماشيا مع إمكانياتنا وأيضا المعطيات الآنية التي جدت مع صعوبة الوضع الراهن. نعم. أستاذ بخاري في المحور ذاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا للاستضافة، تحية للمشاهدين، صحافة تركم جميع، تحية للأسادة الكرام زملاء. وأنا أبدأ من أين انتهى الأستاذ الفاضل. فعندما نرى ما تسرب يعني من القانون المالي التكميلي، أنا شخصيا رتبته إلى 5 محاور، يعني سياسة مالية، سياسة هيكلية، مناخ الأعمال، السياسة المناطقية، والعمليات الخارجية. وإن سمحتم لي يعني سأبدأ بالسياسة المالية، ولعلنا يعني سنتقدم في الموضوع ونتكلم. هو النقاش مفتوح وناخذ الفكرة واحدة يعني بواحدة، لأنه الكثير ما نقوله، لذلك أريد أن أبدأ الفكرة الأولى إن سمحتم. تفضل يعني. أستاذ تفضل. بالنسبة إلى السياسة المالية، السياسة المالية الآن الوضع كما قال الأستاذ من قبل، يعني الوضع القائم ما هو اليوم؟ تراجع سعر البترول، النشاط الاقتصادي نوعا ما متوقف جراء جائحة الكورونا فيروس، وبالتالي هناك تراجع في المداخل. من جهة أخرى، ففي بداية السنة بموجب قانون المالية 2020 كان عندنا عجز في الميزانية. دونك كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ إذا شفنا كيف تعاملنا مع هذا الموضوع في الميزانية التكميلية، فهنالك 3 أمور. دونك أول شيء هو أننا قامت الحكومة بزيادة يعني في المداخل، عن طريق ماذا؟ عن طريق أولا زيادة سعر البنزين والديزل. ونلاحظ أن الزيادة في الديزل أكثر من البنزين، وهذا ليس عبثا بالنسبة إلي، لأن الديزل معروف اليوم أنه مؤثر كثيرا على الصحة العمومية. وبالتالي فإن بما أن التوجه تاع رئيس الجمهورية اليوم هو نحو التنمية المستدامة، فهو من المنطقي أن يكون الأثر أكثر على الديزل منه إلى البنزين أولا. ثانيا بالنسبة إلى السيارات، هنالك ارتفاع رفع في الحقوق الجمركية على سيارات البنزين، لأن الديزل عرفنا ما نجيبوش، ولكن بالنسبة للبنزين وهذا دليل كذلك آخر على أن هنالك سياسة استشرافية، والهدف منها هو بناء قطاع ميكانيكي في الجزائر عن طريق تركيب وصناعة سيارات وغيرها، وكذلك توجه نحو التنمية المستدامة دائما، وهي السيارات الكهربائية كما تفضل وقالها رئيس الجمهورية سابقا. والنقطة الثالثة وهو أنا بالنسبة لي أعتبره نوعا من الضريبة على الثروة. ففي قانون المالية التكميلي هنالك زيادة يعني رسم على القيمة المضافة بحوالي 9% على المطاعم الفاخرة. وأنتم تعلمون أن القيمة الضريبة على القيمة المضافة لا يدفعها الزبون، عفوا يدفعها الزبون ولا يدفعها المتجر، وبالتالي فهي ضريبة ليس على المتجر وإنما ضريبة على الزبون. ومن يقصد المطاعم الفاخرة فهم الأثرياء، وبالتالي فهي نوع من الضريبة على الناس ذات الدخل المرتفع. وأخيرا من نقطة الأهم بالنسبة إلي، وهو الشيء الممتاز في هذه في هذا القانون المالي التكميلي، إذا لاحظتم معي فإن السعر المرجعي الجديد هو 30 دولار للبرميل، وهذا ليس عبثي، لأن كما تعلمون أن كل دولار إضافي عن السعر المرجعي فيكون مآله صندوق صندوق ضبط الإيرادات، والذي يستعمل واللي عنده مداخل كبيرة يستعمل لتغطية عجز الميزانية العامة، يسمى ميزانية العمومية الميزانية العامة. وبالتالي أنا شخصيا عندي نموذج يعني في بالنسبة لسعر الدولار، سعر عفوا البترول، ويتوقع في نهاية السنة أن يبلغ حوالي 40 دولار. ودليل على ذلك مثلا اليوم راه 25 دولار الصحراء بلاند، 25 دولار بداية رفع الحجر الصحري، وبالتالي بداية زيادة الطلب، وبعد الصيف هنالك الشتاء والخريف، وبالتالي هناك زيادة في الطلب، وبالتالي فإن 40 دولار هو سعر معقول. الآن إذا أخذنا الفرق بين 40 دولار و30 دولار هو 10 دولارات، يعني تقريبا ثلث ما
هو محدد في المداخيل الميزانية. وإذا شفنا الأرقام فحوالي 2900 مليار المداخين على الجباية البترولية، فالثلث هو تقريبا حوالي 1000 مليار، هو تقريبا يغطي يعني عجز الميزانية. وبالتالي فإنه أرى هو حلا ممتازا الذي سلمح لا يؤدي إلى، إذا كانت أسعار البترول راحت كما أظن يعني 40 دولار ستسمح لنا بتغطية ذلك العجز. بالنسبة أستاذ دائما في القانون المالية التكميلي هناك مرتكزات في هذه القراءة وأبعاد لم تأتي من عدم، وإنما جاءت بناء على معطيات معينة، على مرتكزات معينة وتحقيق أهداف بعدية. هذا ما يجب ربما أن نطرحه للنقاش في هذه الجلسة المخصصة لهذا الموضوع. نعم، أنا يعني هو موضوع المردودية الجبائية، يعني تحسين مردودية الجبائية، بمعنى المشرع يريد أن يقول بأن لابد أن نرفع من التحصيل الجبائي ومردودية الإدارة الجبائية، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأن كثير من الموارد الجبائية العادية غير محصلة نتيجة سلوك اللي نعرفه هو التهرب الجبائي، التهرب الضريبي، وهذا السلوك عند المكلفين، وهذه مش موجودة غير في الجزائر، ممكن في الجزائر موجودة بنسبة كبيرة، ولكن كسلوك موجود التهرب الجبائي. ولكن أحيانا الحصيلة الجبائية تكون عندها مردودية ضعيفة نتيجة ماذا؟ نتيجة ضعف الإدارة الجبائية في حد ذاتها. وهنا دعني أفتح قوس ونقول بأن حان الوقت باش نحقق الهدف هذا، لابد علينا نعمل عملين أساسيين. العمل الأول هو أننا لابد ندير ما يسمى عصرنة الإدارة الجبائية. ولما نقول عصرنة الإدارة الجبائية لابد أن نعطي الإمكانيات البشرية أولا والإمكانيات المادية، وندخل الرقمنة، وندخل كل ما يتعلق بالشبكات والربط الشبكي مختلف الإدارة الجبائية مع غيرها من الإدارات الاقتصادية. لما نقول إدارة اقتصادية نقول إدارة الجمارك والبنوك وأملاك الدولة وغيرها، باش تكون هناك ربط شبكي، باش تكون المعلومة متوفرة ويمكن تتبع المعلومة وتكون الشفافية. هذا يعني باش نحقق الهدف هذا لابد نعمل في هذا الجانب. الهدف الثاني وهو في اتجاه جانب بشري وجانب مادي في الإدارة والرقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها والربط الشبكي مع الإدارات الأخرى التي لها علاقة مع الإدارة الجبائية، اللي هي الإدارة الاقتصادية، اللي هي الجمارك، البنوك، أملاك الدولة إلى غير ذلك. يعني شبكة متكاملة فيما بينها تعمل على أسس دقيقة وبآلية موفرة، توفر المعلومة باش تكون هناك شفافية، وتكون هناك ما يسمى التراسابيليتي باش نعرف حركة الأموال ونعرف ونقدر نتبع حتى حجم الثروة وحجم رقم الأعمال وحجم المعاملات ما بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. هذا الجانب. الجانب الآخر اللي هو متعلق كيف نقلل من سلوك التهرب الجبائي عند المكلفين ونحتوي أكثر هؤلاء المتهربين من الضريبة ونعود نجيبهم إلى حقل يصبحوا دافعي الضرائب. لماذا؟ لأن فربما عندهم جهل بأهمية الضريبة، عندهم خوف من الضريبة، عندهم فهم خاطئ للضريبة. وهذا هنا دور الإعلام، دور الجامعة، دور الفاعلين المباشرين هم خبراء في الجباية، المحاسبين، هناك عدة أطراف تدخل باش نقوموا في باحتواء هؤلاء. ثم دور المشرع، التشريع يلعب دور. وهنا دعني أقول بأن السيد رئيس الجمهورية قال بأن باش نحقق هدف الحصيلة الجبائية تزيد لازم تكون يعني أفقية، بمعنى نقلل في الضرائب ونزيد في الوعاء، وهذا هو اللي حقق لنا الهدف. بمعنى تكون عندنا في المستقبل نفكروا باش نديروا إصلاح جبائي حقيقي، لأن بين قوسين فقط عندنا من 92 ما درناش إصلاح جبائي في الجزائر، والأمور تغيرت، الأمور من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الاقتصادية تغيرت كثير المعطيات. لابد لنا من تحيين الآن ونقوم بإصلاح جبائي في الجزائر. وبعض الخبراء وبعض الآراء تقول باللي كان المفروض في المرحلة الحالية تكون عندنا وزارة خاصة بالجباية، بالإصلاح الجبائي. لماذا؟ لأن أهمية الجباية، لأن الجباية أصبحت متغيرة هام في السياسة المالية للدولة، وهي المورد الأساسي لتمويل خزينة الدولة. قلت من هذا الباب لابد علينا أن يكون هناك التشريع، هو نعود النظر في كثير من الضرائب، نبسط الضريبة، نجعلها أكثر مرونة، نجعلها أكثر شفافية، ندير معدلات ضريبة أقل باش المكلف ما يحسش بالعبء ويتهرب ويأتي باش يدفع الضريب، بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى. إذن هذا الشيء. ثم لما نقيم
يعني نظام جبائي مستقر وشفاف ومرن هذا يحفز المستثمرين لان مهيكل ايه لماذا لان النقطه اللي لو تسمح فقط لأريد أتكلم عليها اللي جاء تتاثر قانون الماليه التكميلي هذا كجانب هيكلي كما اشار الاستاذ وهو التفكير في ارساء بيئه اعمال ومناخ استثمار مستقر ويشجع المستثمر المحلي بالدرجة الأولى على أنه يستثمر المستثمر الجاد الذي يريد أن يبرز يعني الآن يبرز قدراته يقف مع دولته في هذا الظرف ويستثمر استثمار حقيقي لازم نعطي له تطمينات من خلال استقرار القوانين القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل عام وقانون الضريبي ثم نشجع المستثمرين الأجانب وهنا دعني أفتح قوس الآن يعني فيه بالأمس نغلق القوس عندك ونفتح القوس مع الأستاذ لا فقط المعلومة هذه فقط فيه جريدة اللي هي واشنطن نيوز الأمريكية تكلمت بأن في الجزائر فيه توجه جديد وفيه رؤية جديدة وفيه إصلاحات نحو تنويع الاقتصاد وهذه المعلومة هذه لما تناولها صحف عالمية وصحف أمريكية بهذا الشكل راح تخلي المستثمرين الأجانب يتنبهوا لهذه الإجراءات اللي تقوم بها الجزائر وهذا يعطي نوع من يفتح الأعين على الأجانب على البيئة الاستثمار في الجزائر وبالتالي تكون البيئة تاع الاستثمار في الجزائر أكثر جاذبية وأكثر يعني تحفيزا للمستثمرين الأجانب في هذا الإطار بالذات القوس الذي أردت أن أغلقه يبقى مفتوحا لأتصل فقط بالأستاذ كمال خفاش عبر سكايب من تيزي وزو الأستاذ في إطار كيف يمكن تحقيق المردود الجبائي ثم نمر إلى الفقرة الموالية شكرا السلام عليكم صحة فطوركم وصحة فطور كل المشاهدين الكرام أول قبل كل شيء أن نذكر أن القانون المالية التكميلي 2020 السنة هذه يعني راه كان يعني مخدوم على أساس تدابير وهناك يعني هناك بعض يعني تساؤلات فيما يخص مثلا فيما يخص طريقة جذب يعني ضرائب من طرف المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص كما نعلموا أن كاع القوانين كل سنة هناك قانون مالية وهناك ثاني قوانين مالية تكميلية لكن في الميدان في لازم المصالح معنية بالأمر لازم تكون مراقبة لازم يكون تسيير في الميدان كي الصندوق يعني المالي تاع الميزانية تاع الدولة لازم يكون يعني ما يكونش مضطر جدا لأن الآن الصندوق يحتاج إلى مداخل لهذا قوانين راهي مسطورة بين خاصة في هذه الحالة وين رانا في أزمة عميقة فيما يخص الاقتصاد لأن قولوا هي أزمة عالمية لأول مرة بلادنا وكل بلدان العالم راهم يعيشوا في أزمة مالية وأزمة اقتصادية إذن هذا القانون المالي التكميلي اللي سطر تدابير فيما يخص القطاع الجبائي هناك تدابير مأخوذة لكن نتمنى في الميدان أن المصالح المعنية بالأمر يقوموا بمراقبة لكي يكون استرجاع حق صندوق الدولة أستاذ خفاش شكرا على المداخلة كنا بدينا محور أستاذ وهو الخاص بالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادة شكرا شوف اذا سمحت لي استاذ يعني فقط يعني ابدا كذلك انتهى الاستاذ كذلك شوف انا اظن ان هذا القانون واقع اليوم تكميلي لان الواقع لازم نكون واقعيين في السياسات الحكوميه يجب تكون هناك واقعيه اليوم اي دوله في العالم اليوم ما تنساش ان اليوم رانا في ماي 2020 يعني تقريبا في منتصف السنه اي دوله في العالم الان عندها معدلات النمو كلها سلبيه ما عدا ممكن الصين التي يفترض لأنها عندها معدلات حوالي 7-8% هذه السنة يكون عندها 1% يعني قليل
ولكن كلها عندها سلبية. دونك في هذه الحالة وحالة الوباء لم ينتهي، ماذا يمكن أن نفعل؟ يمكننا لنا فقط أن نحافظ على النشاط الاقتصادي، هذا هو الحل الوحيد، إلى حاية إلى غاية أن تبدأ سنة 2021 وتبدأ الانطلاق. وكل الدول بمنها فرنسا اللي قريبة علينا ولا كل الدول فعندها نفس السياسة، 2021 الانطلاقة، كلهم عندهم في لي بريفيزيون تاعهم يقول لك في تكون ان كرواسونس في 2021، اما في 2020 فهو كي سنة تقليل او تقليص الى اقل حد ممكن هو الجانب السلبي للنمو. الان شوفوا الان واش كاين في هذا في قانون الماليه التكميلي. انا شخصيا بعد تحليلي يعني هكذا وجدت ان هنالك اربع امور. يعني الشيء الاول اذا اردنا ان نحافظ على النشاط الاقتصادي فرأينا أن الحكومة قامت التقت مع أرباب العمل والمنظمات العمالية هذا اللقاء الثلاثي، والهدف منه كان فهم الموقف، فهم ما هو حالة الاقتصاد. فتوصلوا إلى أن، وكانت هو شكوى كل يعني أرباب العمل، أنهم عندهم مشكلة مخزون يعني دو تريزور، يعني بروبليم دو تريزور، يعني مشكلة أموال، كيف وهو واضح بما أن النشاط متوقف كيف ندفع للعمال حتى نبقى هكذا. دونك الشيء المنطقي الذي تستطيع ان تقوم به الحكومه والتي قامت به في هذا القانون المالي التكميلي هو ان تخفض الاعباء حتى يتسنى للشركه ان تدفع. ولذلك فنلاحظ ان مجموعه من الامور، اولا الشيء الاول هو انه ارجت دفع الضرائب والرسومات المشتركه، يعني حتى تخليك الانسان شركات تتنفس. ثانيا شفنا انه اعاده تفعيل العتبه تاع على الليفي، يعني لامبوست لونيتير فورفيتير طلعوها الى 30 مليون دينار، عوض 15 مليون دينار طلع الى 30 مليون دينار. ثم شفنا كذلك انه الغاء ازدواجيه للمهنه الحره. واخيرا وبالنسبه لي الاهم هو انه التكلم عندما الحكومه ارادت من خلال القانون المالي التكميلي ان تساعد المؤسسات الرافده للاقتصاد الوطني. وما هي يعني القطاع من بين القطاعات الرافده للاقتصاد الوطني؟ هو قطاع البناء. معروف بلي انا كون لو باتيمون فاتوفا كما قال الوزير الاول الاسبق هذاك بخير عبد السلام بلي عبد السلام. دونك واش شفنا انه تم الان في هذا القانون الماليه التكميلي يعني خصم مقدار 25% من رقم الاعمال اللي يفرض عليه الضريبه، يعني رقم الاعمال نقسمه على ناخذ ربع لا نفرض عليه الضريبه. دونك هذه نقطه اولى ايجابيه جدا. النقطه الثانيه حتى بما ان قلنا السبب في انخفاض البترول وهذا كذا كذا هو وباء الكورونا، فيجب أن نحاربه. وكيف نحاربه؟ واحدة من الطرق هو على الأقل أن نقلل تكاليف محاربته. ولنقلل تكاليف محاربته علينا واحدة من الطرق هو تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع المستوردة لمواجهة الكورونا فيروس. وهذا الشيء الذي قامت به حبك منطقي. ثالثا يجب لنا أن نساعد بعض النشاطات التي فيها بذور في الجزائر، وهي صناعات بعض صناعات الميكانيكي، هي صناعه الكهرومنزليه وهذه الصناعات الالكترونيك مثلا في البرج ولا كذا كذا، ان نساعدهم. فلذلك قامت الحكومه وقالت هكذا لهم ان بيرش، قالت لهم فوالا انه سوف تلغى الحقوق عفوا لا تيفيا على السلع هذه المستورده تدخل في. والنقطه الاهم بالنسبه هي انها قالت انها ستلغى كذلك تلك اللاتيفيا تلغى على تلك السلع المقتنات داخل الجزائر، يعني من سلع محليه، وبالتالي هو ضرب لعصفورين وليس لعصفورين واحد، يعني ليس فقط هو رفع وانما خلق كذلك ديناميكيه اخرى لصناعات من الباطن يعني دراسو تريدونس. والنقطه الرابعه التي يمكن ان نتكلم عليها احنا، لان ثلاث نقاط اللي تكلمت عليها هي نقاط العرض، ولكن بمقابل العرض هنالك الطلب. يجب ان يكون ان نعطي يعني ان بلون شارج كما يقولوا للمؤسسات. وعوض بما ان الان ليست الحكومه ليس لها ان تعطي عن طريق يعني النفقات العموميه نفقات التجهيز بما انها انخفضت. فالطريقة الاخرى هي ان ترفع من مداخيل المجتمع، فاذا رفعت من مداخيل المجتمع ارتفع الانفاق وبالتالي ارتفعت مشتريات من المؤسسات. وهذا ما جاء في القانون التكميلي، حيث ان هنالك كما اشار الاستاذ من قبل وعندما قال بان الاجر الادنى ارتفع من 18000 الى 20000 دينار، وان الضرائب اعفت على المداخيل اقل من 30000 دينار. واخيرا ان سمحتم لي سيدي الفاضل، فان هنالك كذلك رافد
للاقتصاد للسياسة الهيكلية التي تكلمت عليها الآن، وهي إصلاح مناخ الأعمال. وبالنسبة لي فعند قراءة هذا القانون التكميلي هنالك مجموعة من التدابير التي راحت نحو إصلاح المنظومة الجبائية، مش إصلاح كلي ولكن إصلاح المنظومة الجبائية ببعض الأمور، ومنها مثلا إلغاء عقد التصريح وعقد دفع الضرائب وإعادة تنظيم هذا الليفيو هدايا أو إعادة تقييم التصريح البسيط. وبالتالي فهنا مجموعة هذه التدابير أظنها أنها كفيلة أن تسمح للبلادنا أن نمر بسلام هذه السنة إلى 2020. وبمناسبة سنة 2021 سيكون هنالك قانون للمالية 2021، والذي أتوقع ومن المنطقي أن يسمح لنا ببناء اقتصاد قوي، ما أين تكون للجزائر شركات قوية تسمح خاصة بالتصدير وتواجه الاستيراد العشوائي الذي نعيشه اليوم في الجزائر. شكرا أستاذ على هذه التوضيحات وعلى هذه الإضافات التي تدخل في صميم نقاشنا في الموضوع. بالنسبة في إطار الإنعاش الاقتصادي بالذات، ومما ترمي إليه القانون التكميلي، إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بعد محوري واهتمام أساسي للدولة يعتمد على أرضية خصبة متكاملة، فيما يتمثل ذلك؟ الأستاذ فضل أستاذ. نعم، موضوع الشركة يعني موضوع تشجيع المؤسسات الناشئة ومؤسسة غير متوسطة راهو يعني في صلب اهتمام الحكومة، سواء تعلق الأمر من خلال تخصيص وزارة يعني دائرة وزارية، وهذه عودة بعد ما كانت تخلي عنها لسنوات، عودة دائرة وزارية يعني كاملة إلى موضوع الشركات المؤسسة غير المتوسطة والشركة الناشئة واقتصاد المعرفة. هذا توجه وحرص من طرف الحكومة، من طرف رئيس الجمهورية أولا في تشجيع هذا التوجه. والآن في قانون المالية التكميلي تم التنصيص على ضرورة الاهتمام بها وإعطائها الامتيازات وتحضير البيئة اللي تنمو فيها بشكل صحيح وسليم، امتيازات جبائية وغير جبائية. كذلك نص قانون المالية على ضرورة التكميلي على ضرورة تنويع مصادر التمويل بما يتلائم ويتوافق مع طبيعة المؤسسات هذه. وهنا في مجال التمويل، في هذا المجال كاين عدة يعني أساليب للتمويل تلائم المؤسسات الصغيرة المتوسطة والمؤسسات الناشئة، ما يعرف برأس المال المخاطر، ما يعرف بأدوات التمويل الآن اللي راهي ستصبح قيد التطبيق، اللي هي أدوات التمويل المصرفي الإسلامي اللي فيها كثير من أدوات التمويل تناسب المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. كل هذا يدخل المسعى، هذا يدخل في إطار تشجيع هذه المؤسسات لأنها تميز بالمرونة، تميز بأنها ما عندهاش رأس مال كبير، وبالتالي قدرتها على أنها تكون عندها متنوعة خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة. وشفنا بمناسبة هذا الوباء، وشفنا عدة مبادرات، وشفنا عدة مؤسسات صغيرة وعدة ورشات كيف تكيفت مع الوضع واستطاعت أن تحول نشاطها من نشاط معين إلى أصبحت تنتج مواد اللي نواجهوا بها هذه الجائحة، سواء في صنع المطهرات أو في صنع الكمامات إلى غير ذلك. إذن لابد نشجع هذا تكييف المؤسسات لنشاطها مع طبيعة الأزمة، من خصوصية المؤسسات الصغيرة المتوسطة والناشئة، وخاصة اللي تعتمد الآن على التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، أنها عندها قدرة على التكيف مع الوضع، يعني تكون تنتج في منتوج مباشر تقدر تحول في منتوج، لأن ما عندهاش تجهيزات صناعية ورأس مال صناعي كبير اللي يطلب تكنولوجيا تتغير 100%. عندها لو سافوار فير، عندها الأفكار اللي موجودة اللي حاملينها أصحابها، خاصة بالنسبة للمؤسسة الناشئة. والتجارب الدولية، تقول بأن كثير من الدول اللي استطعت أن تحقق نشأة اقتصادية ونمو اقتصادي وتحول اقتصادي حقيقي يؤثر في حياة الاقتصاد وحياة المجتمع هي الدول اللي اعتمدت على النوع هذه المؤسسات. ونعطيكم التجربة، دول جنوب شرق آسيا، دول في الصين، التجربة في أوروبا، تجربة إيطاليا النسيج الصناعي ونسيج المؤسسات في إيطاليا اعتمد على المؤسسة غير المتوسطة. إذن احنا في هذا التوجه محتاجين باش نوفروا هذه البيئة الداعمة، ومحتاجين بعد ما تروح الآثار تاع الظروف هذه الاقتصادية الاستثنائية وننطلق الانطلاقة الحقيقية في الهيكلة الحقيقية للاقتصاد ابتداء من السنة القادمة،
لان السيد رئيس الجمهوريه واش قال؟ قال لك احنا في ظرف سنتين سيكون هناك اقلاع حقيقي، وهذا شيء طبيعي. لماذا؟ لان المهتمين بالاقتصاد يعرفوا بان باش يتحرك الاقتصاد لا يتحرك ما في اسبوع في شهر في ست اشهر. الاصلاح الاقتصادي خاصة الهيكلي يبدأ يتحرك من سنتين فما فوق، وبالتالي الإصلاحات الهيكلية في الجزائر مع الرؤية الجديدة مع رؤية تنويع الاقتصاد. وهنا دعني أقول ننتظر بشكل استعجالي تنصيب فوج نتاع خبراء للانكباب إن صح التعبير على تحضير النموذج الاقتصادي الجديد الذي أوصى به رئيس الجمهورية. وهنا تكون مهمة مستعجلة، مهمة وطنية باش نحدوا هذا النموذج الاقتصادي الجديد اللي يخرجنا تدريجيا من التبعية المحروقات. وقال نديروا خطة تاع رؤية الجزائر 2035 ولا رؤية الجزائر كمحطة أولى، وإن شاء الله ربي يطول عمارنا ونكونوا في رؤية الجزائر 2062 بمناسبة مئوية الجزائر لاستقلالها، فتكون رؤية الجزائر بهذا الشكل. وما هي المحطات الأساسية اللي نحضر أنفسنا فيها، وما هو التاريخ اللي كذلك يكون تاريخ نعلن فيه لا نعتمد على ولو دينار واحد من عائدات المحروقات. قال ما هو التاريخ هذا؟ متى يكون هذا الحدث الهام بالنسبة للأمة الجزائرية في مسألة التنويع الاقتصاد وتفجير هذه القدرات؟ الآن عندنا الفلاحة الصحراوية، عندنا عدة مجالات اللي ممكن حقيقة عندنا الإمكانيات، تحتاج فقط وتحتاج منا الخطة الاستراتيجية والرؤية ثم المخططات التفصيلية للتنفيذ على مراحل معينة وتكون مدروسة، وبالتالي نحقق الهدف وهو أننا نبتعد نهائيا عن التبعية للمحروقات. يصبح هذه المحروقات اللي ربي يعطاها لنا تصبح تزيد لنا في الرفاه، تصبح حاجة زيادة. أما النشاط الاقتصادي، أما الثروة الحقيقية في الاقتصاد هي الثروة تاع الإنسان وما يخلقه الإنسان من نشاط اقتصادي ومن حركية اقتصادية في المجتمع. شكرا أستاذ. أستاذ خفاش، أستاذ خفاش، في إطار العمل على أكثر من صعيد وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية أيضا وردت إجراءات شتى، من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر 50% من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025. نعم، فيما يخص التدابير اتخذت بطريقة يعني إجمالية باش الحكومة تهتم بكل مناطق البلاد، وخاصة ما نساوش مناطق الهضاب العليا ومناطق الصحراوية اللي عندهم وين ممكن نصيبوا هناك قدرات فيما يخص الإنعاش الاقتصادي المحلي. ولكن لهذا كان تدابير اتخذت فيما يخص مثلا الفلاحة الصحراوية، وهناك ثاني فيما يخص المؤسسات اللي نشطوا في هذه المناطق ان يكون لابد ان يكون تحفيزهم، لان العوامل كاين هناك عوامل كثيرة تؤثر على النشاطات المؤسسات وخاصة ثاني على البشر. لهذا التحفيزات باش ما يكونش كلش متركز في الشمال، لذا لازم تكون صح هذا القانون المالي التكميلي كاين فيه تدابير، لكن لازم تكون يعني بالنسبه ليا تكون يعني استراتيجيه على مدى طويل فيما يخص هذه المناطق اللي ما كناش يعني مهتمين بها كثيرا. والان لاحظوا مثال فيما يخص القطاع الفلاحي ان ممكن نقول 60% ولا اكثر من 60% من المواد ولا الفلاحيه راهم يعني يجوا من المناطق الصحراويه. اذن لازم تكون اخذ بعين الاعتبار وأخذ تدابير أخرى ليكون تحفيز يعني النشاط من المقاولين فيما يخص الصناعة الفلاحية. هناك الفلاحة لكن
يكون ثاني خلق مناخ جيد فيما يخص تحويل المواد الغذائية في هذه المناطق، لكي على الأقل نقص من الفاتورة لاستيراد المواد المصنعة، لكي أغلبية تأتي من الخارج. هناك ثانية فيما يخص التعبير أشرت إليه كما مؤسسات الصغيرة المتوسطة يعني بأجمالها والمؤسسات الناشئة، لازم يكون مراكز مرافقة هذه المؤسسات، لأن خاصة في هذه الحالة وين لأول مرة بلادنا كما البلدان الأخرى راهي تعيش يعني مرحلة صعبة فيما يخص خلق ديناميكية وفيما يخص التسيير والمانجمنت تاع المؤسسات في في فيما فيما يخص حالة أزمة، لأن ممكن المتعاملين الاقتصاديين ولا أرباب الأعمال عندهم تجربة فيما يخص تسيير مؤسسات في ظروف يعني ملائمة، لكن كي تكون الظروف قاسية وكي تكون أزمة لازم يكون تسيير خاص، وهذا التسيير خاص لازم يكون تكون مرافقة، لازم يكون تكوين لكل يعني إطارات والمتعاملين الاقتصاديين لكي كان جزء هذه المرحلة يعني صعبة تاع 2020، وإن شاء الله ممكن نفكروا فيما بعد 2020 2000 حتى 2024 2025، يعني هذه المؤسسات كيف رايحين يكونوا فيما بعد، لأن صح الحكومة تأخذ قرارات وتدابير في القانونية وجبائية، لكن في الميدان مؤسسات ثانية يحتاجوا إلى آلات وأدوات أخرى لكي يكون المؤسسات ممكن أن يواصلوا نشاطهم بكل يعني بكل تحكم، وكذلك لكي ثاني يواجهوا المنافسة الدولية، لأن بعد الكورونا كل البلدان كل المؤسسات يحاولوا أن يأخذوا حصص من الأسواق، وكل لان درك الحدود راهي ممكن تكون يعني علاقات مع الدول، ممكن يكون اعاده النظر فيما يخص العلاقات الاقتصاديه والتجاريه، وخاصه هذه المؤسسات ثاني لازم نفكروا كيف راحين ممكن نخلقوا مناخ للمؤسسات الصغيرة المتوسطة العالمية كي يديروا شراكة مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة والناشئة الوطنية لكي نستفادوا من تجارب هذه المؤسسات. وأنا بالنسبة لي يكون يعني هناك طموح ليكون إنعاش اقتصادي متدهور في السنوات القادمة، لأن ممكن هذه المرحلة اللي رانا نعيش فيها كخبراء كثانية متعاملين اقتصاديين ولا أرباب العمل، وممكن يكون هناك أفكار أخرى ابتكار آخر فيما يخص تسيير مؤسسات صغيرة متوسطة، لأن يكون هناك اتجاه آخر في العالم، لازم كلنا نمشيو في هذا الاتجاه، لازم نكونوا على الوعي نديروا يعني لافي انترناسيونال فيما يخص التجارة والعلاقات الدولية فيما يخص تبادل الآراء، تبادل التجارب وتبادل الأفكار، وكذلك كيف ممكن أن نحاولوا كيف نديروا شراكة باش ناخذوا حصص في الأسواق الأجنبية، وكذلك كيف نحميوا الحصص السوق الداخلي. شكرا الأستاذ كمال خفاش على هذه المعطيات. أستاذ محمد بخاري،
من بين الجوانب التي أخذت بعين الاعتبار تعزيز القدرة الشرائية في محورين آخرين، رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20,000 دينار ابتداء من آفات حجوان، وكذا بالمقابل إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30,000 دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فتح حجوان القادم أيضا. شكرا. احنا تكلمنا من قبل وقلت ان هي هذه الاجراءين مهمين لانهم كما قلت انه هو يؤثر على الطلب، فكل فهو داخل مضمون السياسه الهيكليه، واذا نريد ان نشجع المستثمرين يجب علينا ان نوفر لهم ان بلان تشارج وما عندها مخطط عمل، وبالتالي يجب ان يكون لك طلب، وبالتالي هذا زياده القدره الشرائيه. واضيف اكثر من هذا، يعني فقط نسيت نقطه لانه ليس فقط هكذا هذا فقط، هناك نقطه اخرى مهمه كذلك زياده المعاشات، لان زياده المعاشات هي كذلك هي زيادة في القدرة الشرائية، وبالتالي زيادة في الطلب، وهذه كلها يعني أمور تؤدي إلى الزيادة. وكما تفضلتم وقلتم فهو هذا كان في إطار سياسة هيكلية جديدة وجزائر جديدة. كما تعلمون سيدي الكريم أن الجزائر كانت تعتمد سابقا على الإنفاق العام كمحور أساسي للنمو، développement par la croissance par le par la dépense publique. ولكن هذا لكل هذا كما تقول النظريه معروفه ان هنالك ماذا لهذه السياسه. وحنا اذا راح شفنا احصائيات الجزائر فتقريبا واحده في سنه 2014-15 فهذا السياسه لم تعد تعطي اكلها، فوجب التوجه الى عجلات اخرى للنمو. ولذلك فمشروع رئيس الجمهوريه هو التوجه نحو عجلات اخرى للنمو، ومن بينها هو تكلم على عدة عجلات. هو تكلم مثلا تكلم على القطاع تاع البتروكيمياء، يعني لاشين دو فالو تاع البتروشيمي، تكلم على المؤسسات الناشئة كما تكلمتم سابقا، تكلم كذلك بالنسبة على الزراعة، تكلم على الزراعة الصحراوية. ولذلك كنا نشوفوا مجموعة من الأمور، مثلا كتخفيض 50% بالنسبة على النشاط على الجنوب، ما هو كذلك إلا له علاقة حتى ولو أنه كان موجود من قبل على كل حال، ولكن أنه له علاقة مع تنمية يعني إرادة خلق مناخ أعمال في الجنوب ليسمح ليكون مصدر جديد للثروة، توفير الأرضية الخصبة. بارك الله فيك، يعني توفير الخصبة، لأنه شوف من جهة قلنا نقصوا 50%، معناتها أي نشاط صناعي يمكن أن يكون هنا وعنده 50% تخفيض، ممتاز. ثانيا هنالك التفكير نحو الذهاب نحو الفلاحة الصحراوية وكتكون روافد بالنسبة إلى قطاعات السكر، مثلا لماذا لا ننشئ مصانع للسكر في الجنوب بما أن الشمندر سينتج مثلا هنالك، ويعني مباشرة ننتج السكر هنالك. ثالثا ممكن هنالك الطاقة الشمسية، لأن أن الجنوب هو مورد كبير للطاقة الشمسية يعني ذات التنمية المستدامة وبالتالي ممكن نخلق مناطق يعني صناعية رائعة. وأخيرا ما ننساش كذلك الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية ورأيتها كذلك مهمة جدا في خطابه الأخير مع الصحافة عندما تكلم على المناجم وبعض الثروات الباطنية الموجودة في الجنوب، وبالتالي هي كذلك يمكن أن تكون روافدا لقطاعات، يعني مش عندنا فقط مثلا نعطي مثال بسيط، قال تكلم رئيس الجمهورية فخلت رجل تكلم على المعادن للتغاخ النادرة أو الأراضي النادرة اللي نخدموا بهم لي باتري تاع تليفون وكذا وكذا، مش تاع طوموبيل تاع تليفون. وحنا على بالنا الآن بلي التوجه المستقبلي سيكون نحو السيارات الكهربائية، وبالتالي واجب أن تكون هنالك مصانع كبيرة للبطاريات المخصصة لهكذا نوع من السيارات. فانظروا كيف التكامل الموجود ما بين مناجم موجودة هنالك ومصانع في مثلا الجنوب، أين تكون يعني الجباية مخفضة ب 50%، وبالتالي الكل رابح. فقط هنا حبيت فقط نعرج فقط نقطة فقط على المؤسسات الناشئة فقط، لا يمكن الاتكال عليها اليوم باش نحتاج لانها فاتيه، ولا يمكن لا يجب ان نحملها ما ليس طاقتها، يجب ان نعطوها الوقت. نعطيك مثلا مثال بسيط، يعني حتى في فرنسا موجود، يقول لك ما هو عدد، لان عندما نتكلم على شركه ناشئه معناتها لازم عندك يد عامله بشريه يعني مؤهله، لأنها مؤهلات عائلية، الذكاء الاصطناعي، اندستري 4.0، لا روبوتيك، لا اسمه الانترنت دي زوبجي اكسترا، يعني تشين بلوك تشين، يعني كل هذه الامور هذه يعني تقنيه جدا وتتطلب تقنيات مستوى رفيع، وبالتالي لازم تكون عندنا، ماشي مثلا احنا نبداو نديروا نحبوا نديروا مشاريع هكذا ولن نجد اليد العامله المؤهله بالسعر التنافسي، يعني باش نتفقوا كذلك باش نتفقوا. ولكن هذه المؤسسات الناشئه ليست فقط هكذا، ولا هي او ثانيا لازم لها بيئه،
وكما قلت البيئة المخصبة والبيئة المخصبة، قلنا أن هنالك الآن عمل يتم كما قلت مناخ الأعمال في الجزائر، ولكن إنه هو إلا البداية، لأن ما زال أمور أخرى. مثلا أعطيك مثال، التدفق الإنترنت ضعيف في الجزائر، هل نسمح لشركة الآن شركات هذه الشركات الناشئة كلها تعتمد على البيج داتا، يعني البيانات الكبرى؟ وبيانات الكبرى وش معناتها؟ معناتها عندك مؤسسات وعندك تدفق إنترنت عالي، تخلق معطيات كبيرة يمكن استعمالها، هذه مش موجودة وبالتالي يجب إنشائها. ثالثا والنقطة الثالثة كذلك يجب رأس المال، لأنها فيها مخاطر ومخاطر كبيرة ولكن عوائد كبيرة. مش تعرف أن المؤسسة الناشئة في 100 مؤسسة واحدة تنجح 99 ما ينجحوش. وهل هنالك حتى في قلت في فرنسا مش موجودة، هل مثلا في أمريكا يمكن إذا كان عندك أي شاب أو مش شاب عنده فكرة ممتازة في هذا المجال يمكن يأتي يعني لي فون هادو دافستيسمون يحط له مباشره 100 مليون دولار على الطابله. 100 مليون دولار راهي 20,000 مليار دينار، يعني هاي يعني يعني رقم مهول. كم يعني ممكن؟ هذا صعب. ولذلك فلا يجب ان نحمل المطاقة، ولكن يجب ان نستغل هذه السنه، لان انا شخصيا هذه السنه 2020 اسميها يعني لاني بيردو، يعني السنه التي بحرها العالم، مش الجزائر فقط، العالم كل بحر 2020 راحت. يجب أن نستعمل هذه السنة، وكما قال زميلي الكريم قال يجب أن تكون اللجنة حتى نبني يكون على نموذج اقتصادي جديد لنستغل هذا الظرف عندما الآن العالم متوقف ومتراجع، وبرزانة نبني ونكتب نموذج اقتصادي جميل يكون في المستوى، يخلق لنا مؤسسات قوية، قطاعات قوية التي تسمح لنا بالتصدير، غادي يكون عندنا كلمتنا بغير البترول، تهيئة الظروف المناسبة من أجل الانطلاقة الحقيقية بارك في 2021. بداية من 2021 هذه السنة نجوزها بك بخير بك، بقات 2021 إن شاء الله، تبدأ الانطلاق. أستاذ عبد القادر بريش، محور آخر، ما الذي حمله قانون المالية التكميلي بالنسبة لاستيراد السيارات؟ نعم، يعني نقطة مهمة. أنا فقط أريد أن أعقب على زميلي وقول سنة هذه صح سنة ضائعة في حياتنا وحياة العالم، إن شاء الله نخرج من هذا الوباء بسلام وتعافى الاقتصاد العالمي وتعافى الإنسانية من هذا الوباء. أمين. ولكن هي سنة تاع كل المجتمعات الآن، مفاهيم خلات كل المجتمعات وكل حكماء تاع العالم يعاودوا يراجعوا كثير من سنة المفاهيم. إعادة الحسابات، إعادة الحسابات وترتيب الأولويات. وهذا الشيء بالنسبة للجزائر مهم جدا، كيف نرتب أولوياتنا وما هي في مجال، خاصة في مجال ما يعرف بالسياسات العمومية. الدولة الآن كيف أصبحت تفكر، متخذ القرار كيف تفكر، ما هي سلم الأولويات، ما هي القطاعات التي أصبحت وأظهرت نحن بحاجة إلى أننا نعطيها أهمية كبيرة. كم نحن الآن في شفنا كيف نقيم ذلك الطبيب وذلك اللي يخدم في يسمهم الجيش الأبيض، يعني سلم الأولويات لابد لنا نهتم بهذا الموضوع، وأن الدروس اللي نستفادوا منها من الوباء هذا ومن هذه السنة ما تكونش ضائعة بقدر ما تعطينا نفس أقوى في مسألة ترتيب سلم الأولويات. فيما يخص موضوع استيراد السيارات أو موضوع مشكل السيارات في الجزائر، نقولوا يعني هذا القانون المالية التكميلي جانب شيء جديد واللي كنا نطالبوا به واللي أبان باللي كان بؤرة تاع فساد، بؤرة تاع تضييع فرص مالية كبيرة على خزينة الدولة، وبؤرة تاع يعني تضخيم فواتير الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة. ويتعلق الأمر هنا وأقصد مصانع نفخ العجلات كما أصبحنا نسموها أو تركيب السيارات الخاضعة للنظام الامتياز الذي كان سائدا وهو النظام تاع الأسكادي السيكادي. الآن لما الحكومة في إطار القانون هذا قررت الحكومة تتخلى عليه ويعني ما يكونش فيه امتياز، اللي يستورد مركبات يعني القطع تاع تركيب السيارات يخلص التيفية ويخلص الرسوم الجمركية. والوزير تكلم قال فيه إعادة النظر في مسألة يعني صناعة السيارات برؤية وبدفتر شروط جديدة وبمقاربة جديدة، وهذا الشيء اللي كنا ندفعه في اتجاهه. حتى زميلنا وزير الصناعة كان في كثير من البلاطوات يدافع ويرافع لمسألة يجب أن تكون صناعة السيارات صناعة حقيقية وليست وهمية. الآن البديل الآن هو العودة إلى أننا سوق السيارات في الجزائر يحتاج إلى السيارات، الطلب المحلي على السيارات من غير المعقول أنه يتوقف، يعني فيه احتياج، وبالتالي العودة إلى استيراد السيارات الجديدة ونمكن من عودة النشاط لوكلاء السيارات واللي كانوا
الاحصائيات المشكله ما عندناش احصائيات دقيقه، ولكن فلربما اكثر من لما كان عندنا في اوج النشاط تاع وكلاء السيارات ومختلف الماركات اللي كانت موجوده في السوق، كانت الاسعار في المتناول، كانت فيه منافسه، كانت فيه وظائف، كاين 50,000 تقريبا وظيفه. يعني تصور 50,000 انسان كان يعني فرد جزائري كان يشتغل عند وكلاء السيارات. اذا هذه كلها الخزينه العموميه الان في مساله الرسوم والرسوم الجمركيه والضريبه تاع التيفيا راح تزيد. وهنا دعني اقوص، فلربما المشروع تاع القانون التكميلي راح تكلم على 52%، نشوف فيها شويه مرتفعه، نتمنى فلربما تتخفض هذه النسبه باش تكون السياره في المتناول يعني على الاقل الطبقه الوسطى. لماذا؟ لان 50% كرسوم على السياره الجديده اللي تاتي من الخارج مرتفعه نسبيا، وبالتالي احنا نتمنى ان شاء الله فلربما لما ينزل المشروع هذا البرلمان ممكن مع النقاش مع لجنه الماليه او داخل البرلمان ممكن يعاد النظر في النسبه هذه فقط، لان راح باش تسمح اقتناء السياره يعني ونحقق الاستقرار في سوق السيارات. حتى لما نفتح السوق للسيارات الجديده، السوق السيارات المستعمله اللي راهو الان مرتفع جدا راح يتوازن. لماذا؟ لان كثير من الناس اللي يرغبوا باش يبدلوا السياره تاعهم راح يتخلوا على السياره القديمه ويروحوا للسياره الجديده، وهذا معروف يعني يعطي نوع من الاستقرار وتتراجع الاسعار نسبيا، ويصبح حتى ذلك اللي عنده دخل يعني محدود او الطبقه الوسطى او ما تحت الوسطى ممكن تقتني السياره مستعملة، والناس توجه إلى اشتراء السيارة الجديدة. قلت هذا الإجراء نثمنوه وكنا ننتظروه، والإجراء اللي جاء كذلك في قانون المالية التكميلي الآن هو اللي شجع عملية المناولة، سواء تعلق الأمر اللي أشار الأستاذ للصناعات في الميكانيك، في الكهرومنزلي، في الكهروالإلكترونيك، في عدة صناعات اللي كانت تجيب الأجهزة مفككة ومركبة، ما كانش فقط السيارات، كان عندنا في قطاع الكمبيوتر، في قطاع الكهرومنزلي، في عدة قطاعات كان الأسكادي والإسكادي موجود. الآن فيه إجراءات، فيه تشجيع للمتعاملين لسلسلة القيمة والمتدخلين في السلسلة، إذا كان فيه يستعملوا مواد محلية، إذا كان فيه مناولة، إذا كان فيه مصانع تنشا باش تشجع هذه المناوله، باش نشجعوا اقامه صناعات حقيقيه في الجزائر، باش يكون المقاربه الان ما هي؟ اللمسه الجزائريه موجوده وبقوه. ورئيس الجمهوريه قال كيفاش احنا لهذا السنه كامل والصناعه الجزائريه مش قادره تنتج تلفازه 100% جزائريه او ثلاجه 100% جزائريه، لابد نروح الى تثمين الاعتماد على صناعات محليه تثمن بنسبه كبيره جدا المواد المحليه. وهنا المقاربة تصبح تختلف، عوض أننا نقول نبدأ بنسبة إدماج صفر وعلى 5 سنين نوصل إلى نسبة إدماج معينة، لا الآن، لا الآن قال ما نقدرش نبدأ في صناعة الميكانيك ونطورها إلا إذا وفرنا المناخ ولا البيئة وما يعرف ليكو سيستم المحفز، وما نقدرش نقول عندنا صناعة تاع ميكانيك وصناعة سيارات إلا إذا وجدنا مجموعة من المتعاملين المناولين المتعلقين بعدة يدخلوا في عدة مراحل في سلسلة القيمة، باش قال احنا كي ننطلقوا في الصناعة منا على عام على عامين وفر دفتر شروط، قال عندنا 40% منذ البداية، على 5 سنين ولوا 80-90%. إذا هذا هذه النظرة الجديدة اللي المفروض تكون، ونتقاسمها كثير مع السيد وزير الصناعة اللي راهو يدفع في هذا الاتجاه. قلت كما أشرت، قلت بلي هذا من شأنه راح يعني يخفف على خزينة الدولة تلك الخسائر اللي كنا نتحملوها. وهنا مانيش حاب نتكلم على الآن الأشياء اللي صارت راهي في الماضي، لأن الشيء اللي وقع كل المتعاملين اللي كانوا منخرطين ولا مندمجين في صناعة السيارات راه عندهم مشاكل مع القضاء. احنا حابين هذه الصفحة نطويها ونبدا صفحة جديدة باش نرسي قاعدة تاع صناعة حقيقية، ونرسي ثقافة تاع رجال أعمال حقيقيين ومستثمرين جادين اللي رئيس الجمهورية طلب وقال لازم يرافقوني في المهمة وفي البرنامج وفي التوجه الجديد. شكرا الأستاذ بريش. الأستاذ محمد بخاري، الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعة الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطاع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
هذا قلت لك شيء ممتاز، اللي قلت لك هو حجر عشرة أو حجر واحد بعصفورين، يعني ليس فقط نطور الصناعات الميكانيكية والصناعات الكهربائية وغيرها، وإنما كذلك نخلق هذا المقاولة من الباطن. هو الإعفاء من الرسوم مهمة جدا. إيه يعني جاي تشجيع، هذا هو يعني الإعفاء، لأن عندما نقول مقاومة من الداخل ما تجيش وحدها، لازم يكون قلنا أولا المناخ، وتكلمنا عن المناخ هذا مهم جدا، وثانيا عند عن طريق تخفيض الأعباء، وتخفيض الأعباء يأتي عن طريق تخفيض الرسوم. أنا قد فقط هنا فقط واحد النقطة هنا، كان واحد الثغرة هنا صغيرة فقط، لأنه في القانون تكلموا على إلغاء يعني القيمة المضافة على المواد الأولية المستوردة ولمن أجل في هذه القطاعات. المشكلة أنني راجعت فقط لبوزيسيون طاريفير وشفت بلي أنه إذا 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 نقصنا هذه القيمة من الضريبة على القيمة المضافة، فقد تفتح مجالا لتهريب العملة، لأن تهريب العملة لازم نعرف، وتكلم عليها وزير الصناعة مرة، قال عندما أن تهريب العملة يتم عندما تكون إعفاءات جمركية تامة، ولكن عندما يكون التفاضل الفرق يعني ما بين سعر الصرف الموازي وسعر الصرف الرسمي مختلف يعني على بالنسبة إلى الحقوق الجمركية والضرائب، فقد هذا يؤدي إلى تهريف العملة. وبالتالي أنا شخصيا أتمنى من الحكومة أن تدقق في هذه النقطة، يا إما عن طريق رفع الرسم الجمركي على هذه السلع حتى لا يكون لك تهرب، أو إما تخفيض اللاتيفية، يعني مش نحيوها وكل، قال من 19 رجعها مثلا 9% حتى تكون هنالك، حتى نغطوا هذه النقطة هذه أو مج بين الاثنين، حتى يتسنى أن نتفادى هذه النقطة التي توغل فيها، لأن هنالك دائما قلوب ضعيفة ولا تبحث على مصلحة البلاد وتتدوغل في الأشياء، وبالتالي هذه الأمور. ولكن مهما يكون فإن بصفة عامة ماذا يمكن القول، أن هكذا إجراءات تخفض الأعباء على المؤسسات، وما هي إلا تشجيع، ولكن قلت لك أنه يجب أن تكون المرافقة عن طريق هذه البيئة، لأن البيئة بدون بيئة ملائمة لا يمكن أن ننتج، وخاصة أن اليوم كما قلت بما أنها سنة ضائعة، فلا يمكن أن نتمنى اليوم أننا مثلا سنصدر هذه السنة، أو يعني لأنهما في كل العالم رهم في حالة تراكود، وبالتالي أن يجب أن نجهز أنفسنا اليوم في هذه الأشهر المتبقية حتى نبني هذا الطرق، هذا الانطلاقة الجديدة لنبني الجزائر الجديدة. أستاذ كمال خفاش، ما قراءتكم لمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة؟ نعم، في يعني في فيما يخص الضرائب، عندها فائدة إذا كانت دولة تعتمد على رفع يعني نسب الضرائب لأجل أن الخزينة يعني ترتفع يعني الرصيد تاعو، لكن باش يكون انعاش اقتصادي حقيقي ومتدهور في، أنا بالنسبة لي مش يعني صح 2020 السنة، ممكن نقولوا منذ جانفي راهي سنة يعني راكدة، لكن لازم نخمو صح، لان لازم قانون مالي لكل سنه، وكان كما كل سنوات هناك قانون تكميلي باش نفوتوا هذه السنه. درك رانا في نص السنه، سته اشهر ولا سبع اشهر القادمه ممكن أن تكون تسير عن يعني بطريقه عقلانية، خاصة كيف نحافظوا على ميزانية الدولة، وكذلك باش يكون العجز يعني المالي للخزينة يكون التحكم فيه، خاصة فيما يخص المصارف اللي ياخذها الدولة، ولكن مجال المؤسساتي ولا المجال الاقتصادي، هذا الضرائب ممكن ان انا بالنسبه لي ممكن هذا ما يكون حتى ان يكون القانون المالي التكميلي يصادق عليه من بعد، لكن ممكن على شهرين ولا ثلاث شهور ممكن يكون هناك قرارات اخرى على حساب المعطيات
القادمة اللي ممكن يعني فيما يخص النشاط الاقتصادي في بلادنا وخاصة النشاط الاقتصادي العالمي. لكن ضرائب على المؤسسات، كي كثروا الضرائب ممكن يكون يعني تكون تابعة على المؤسسات يعني ثقيلة، وخاصة الآن هناك يعني أثر بسيكولوجي على العمال على المسيرين، لذا تكون يعني كل ضرائب والرسوم يعني يكونوا يعني فيما يخص استيراد مواد أولية ولا قطاعية، لأن الاقتصاد الوطني ولا المؤسسات يحتاجوا إلى مواد، لأن ما عندناش مواد أولية، ما عندناش يعني إنتاج مواد أولية ولا قطاعية فيما يخص الميكانيك ولا الإلكترونيك ولا الكهرباء ولا كذا. إذا لازم نحن أن نفكروا في المستقبل، هل ممكن أن نكون يعني مناخ يعني ملائم للمؤسسات في كل قطاعات، ولازم يكون عندنا ثاني استراتيجية فيما يخص القطاعات. ما لازمش نروحوا كاع ننشئوا كاع في كل القطاعات، لازم نخيروا نركزوا نديروا السيبلاج تاع القطاعات وين ممكن على المؤسسات الوطنية على حساب التجربة تاعها، على حساب القدرات تاعها، قدرات بشرية ولا قدرات مالية ولا قدرات التكنولوجيا، باش نوفروا يعني الاحتياجات للمواطن والمؤسسات فيما يخص بين يعني تبادل المواد بين المؤسسات وكذلك المواد المستهلكة للمواطن. إذا هناك كما كل بلدان عندهم إنتاج وطني وعندهم ثاني استيراد مواد أولية ولا يعني منتوجات مصنعة. إذا هناك يعني السؤال كيف نحافظ على التوازن فيما يخص الميزانية التجارية والميزانية المالية تاع البلاد، فيما يخص كيف رايحين نتهربوا ولا نبعدوا على هذا التبعية تاع المحروقات، لأن منذ سنوات كنا يعني نقولوا لازم يكون نظام اقتصادي جديد، لكن حان الوقت أنا بالنسبة لي أن هذا النظام الاقتصادي الجديد لازم يكون يتبنى باش تكون يعني اقتصاد وطني مبني على أسس يعني صحيحة، لكي المؤسسات تاعنا خاصة المؤسسات، لأن أغلبية هي مؤسسات صغيرة متوسطة، باش يكون يعني يضمنوا مع يعني إكمالية ولا ما إنعاش هذه المؤسسات. شكرا جزيلا على ما جاء في تدخلك. بهذا المنطلقات قد حددت والطريق بدأ ترسم معالمه، بقي فقط التنفيذ خطوة بخطوة، والجزائر على خطاها دائما. نتمنها موفقة في كل خطوة تأتي للجزائر وللجزائريين بكل خير. ختام للقائنا الإخباري الحدث، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة وكرم الإصغاء، وتحية منا لضيوفنا الكرام الذين شرفونا بالحضور والمشاركة، الأستاذ عبد القادر بريش، الأستاذ محمد بخاري، الأستاذ كمال خفاش كان معنا عبر سكايب من تيزي وزو، مع تحياتي وتحيات المشرف لطفي سالمي، وإلى الملتقى في العدد القادم من برنامج الحدث.